الصحفي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا COVID-19 سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، سعادة المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري، سعادة الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي. وننوه بأن هذا المؤتمر الصحفي يبث على الهواء مباشرة وينقل على موقع وزارة الصحة بخمس لغات مختلفة، كما ويشارك في هذا المؤتمر الصحفي السادة الزملاء الصحفيين بشكل مباشر من خلال المنظومة الإلكترونية. بداية مع سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي يقام لاطلاعكم على آخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا في مملكة البحرين. بداية نود التأكيد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وضرورة عدم التهاون في تطبيقها. حققت البحرين مستوى متميز في التصدي لفيروس كورونا، ولتعزيز ما وصلنا إليه من مستوى يجب على كل فرد التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بالتطبيق السليم للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجهات الخاصة أو الجهات المختصة. خلال الأيام الماضية للأسف الشديد شهدنا زيادة مضطردة في أعداد الحالات القائمة، وهو ما كنا نحذر منه في مراحل التعامل المختلفة لفيروس الكورونا. وبحسب آلية تتبع أثر المخالطين، تم رصد العديد من الحالات التي انتقل إليها الفيروس خلال التجمعات والمناسبات. تعود أسباب الزيادة في الحالات إلى التجمعات المختلفة والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والشعور بأن الأمور أصبحت طبيعية. ونحن كفريق طبي ندعو كافة أفراد المجتمع كل في موقعه إلى الابتعاد عن التجمعات خلال الأسبوعين المقبلين. نركز عامة على هذه المدة لتكون عندنا هدف واضح جدا، بأن في الأسبوعين القادمين ودنا أن يبتعد الكل عن التجمعات. والتكاتف عبر تعزيز الالتزام بالإجراءات للعمل على خفض معدلات الانتشار للمستويات المطلوبة والتي كنا عليها سابقا. نؤكد أن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى دائمة، لا يجب أن نتوانى عنها أو نتهاون عنها تحت أي ظرف من الظروف. نجدد الإشارة إلى أن الفريق الوطني الطبي مستمر في دراسة المؤشرات والاطلاع على المستجدات الخاصة بالفيروس بناء على المعطيات ورفع التوصيات بصورة مستمرة. وبسبب الارتفاع في الأعداد أو أعداد الحالات، ومع قرب موعد عودة أبنائنا الطلبة والطالبات للمدارس، تم اتخاذ قرار تأجيل الدراسة بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتأكد من سلامة الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية. تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التنسيق لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا COVID-19 لجميع أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية. ستستمر هذه الفحوصات وفق جدول زمني محدد بحيث يتم الانتهاء منها قبل عودة منتسبي المدارس إلى مواقع عملها. نود طمأنة أولياء الأمور بأن عودة الطلبة للمدارس ستكون بعد التأكد من تطبيق كافة التدابير الاحترازية من أجلهم للتأكد من أنهم في أمان. في السياق ذاته وبالإشارة لاستئناف المطاعم والمقاهي لتقديم خدماتها في الأماكن الخارجية،
نؤكد أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الطواقم من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة مستمرة للتأكد من تطبيق هذه المنشآت لكافة الاشتراطات. ونوجه الشكر لكافة المنشآت الملتزمة والتي أبدت حرصاً على صحة وسلامة مرتاديها، كما نقدر عالياً الجهود التي تبذلها الطواقم التفتيشية التي لها دور كبير في الحفاظ على صحة كافة أفراد المجتمع. الآن أستعرض يعني معكم إجمالي أعداد الإشغال في مراكز العزل والعلاج، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج 8149 سرير، يبلغ الإشغال منها 1566، ما يمثل حوالي 19.2% من الطاقة الاستيعابية. أما عن نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة فقد بلغت 90.83% من الحالات القائمة، في حين بلغت نسبة الوفيات 0.35% من الحالات القائمة. ختاماً، نحث الجميع لمواصلة الالتزام بعزم بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لتجاوز تحدي فيروس الكورونا. أما الآن أترك المجال لأخي الفاضل الدكتور مناف القحطاني ليكمل إن شاء الله ما عندنا في هذا المؤتمر. شكرا سعادة الدكتور وليد المانع، يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، مساكم الله بالخير. طيب، نرحب بكم مرة أخرى في هذا المؤتمر الصحفي اللي اليوم بتطرق بشكل مفصل على التجارب السريرية المقامة على أرض مملكة البحرين بخصوص اللقاح المعطل ضد فيروس الكورونا. طبعا لا يخفى عليكم، مملكة البحرين ليست هي الدولة الوحيدة، بل العالم بأسره يعاني من تفشي وباء فيروس الكورونا، ونحن فعلا أمام تحدي شرس، أمام عدو شرس اللي أطلق عليه اسم فيروس الكورونا المستجد، اللي فعلا بدأ يهدد جميع الأشخاص بدون استثناء، غير مسبوق من ناحية الصحية وحتى الاقتصادية. احنا قلنا في اكثر من مؤتمر صحفي ان هذا الفيروس فعلا لا يعرف حدود جغرافيه ولا يعرف اي فوارق عرقيه او لقويه او حتى دينيه، وهذا اللي بياتيني الى قبل اني ما اتحدث على اخر مستجدات اللقاح المعطل في ضد فيروس الكورونا في مملكه البحرين. خلونا نسال انفسنا بعض الاسئله. هل نحتاج الى المزيد من الاصابات الجديده وفقدان الأحبة علشان نثبت بأن التجمعات أيا كان نوعها وسببها والمخالطة الأسرية هي أهم عوامل تفشي الوباء كما ذكر زميلي الدكتور وليد المانع؟ هل هو الآن الوقت التراخي والاختلاف وتشتيت الجهود، أم هو وقت التلاحم والتكاتف من أجل مصلحتك ومن أجل أسرتك ومن أجل مجتمعك ووطنك؟ لن نهزم هذا الوباء إلا باتحاد جميع الجهود بكافة أطيافه في مملكة البحرين وبالتعاون مع الفريق البحرين الوطني. نحن جميعا نقوم بجهود حماية هذا المجتمع اللي احنا جزء منه، وهذه الجهود فعلا تبدأ من الأسرة نفسها، يعني من أسرتك أنت بجميع أفرادها، علشان إن شاء الله نعبر جميعا بالسفينة إلى بر الأمان والسلام. واحد الجهود اللي قام بها الفريق البحرين الوطني هي وجود الدراسه السريريه في مملكه البحرين اللي صار لها الحين اكثر من 4 أسابيع على ارض هذه المملكه الطيبه. كما تعلمون فقط للتذكير ان هذه الدراسه السريريه في التجربه الثالثه، هي التجربه الاولى المقامه على مملكه البحرين بعد ما اقيمت في دوله الامارات، وهناك تعاون حثيث مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة G42، وهذه التجارب تأتي ضمن الشراكة مع ناشنال بايوتيك جروب اللي تابعة لساينوفارم، وساينوفارم تعتبر من الشركات الرائدة في صنع اللقاحات، من ضمنها اللقاح المستخدم الآن في مملكة البحرين.
والحمد لله فضل الله وفضل جهود القائمين على هذه التجربة. منذ أن فتحنا هذا الباب بلغ عدد المتطوعين أكثر من 3000 متطوع، ولكن أحب أن أشير بأن العدد اللي سجلوا يفوق 3000 بكثير، ولكن تم استثناء بعض الحالات التي لا تلائم دخولهم في هذه التجربة السريرية، وذلك حفاظا على سلامتهم وكذلك حسب النظم والبروتوكول المعمول به في هذه الدراسة. إحنا الكادر الطبي قطعنا عهد على أنفسنا بأن سنواصل بعزيمة أكبر حتى من الشهور الماضية للتصدي لهذا الفيروس، وأتوقع اللي الكل لاحظ أن هناك فعلا جهد كبير يبذله الكادر الطبي سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو مسعفين، والذين فعلا يعني أشعر بالفخر أنهم كانوا من الأوائل الناس والسباقين في الدخول إلى هذه التجربة، ورأيناهم يدخلون في تجربة الدراسة السريرية. وأنا أتمنى أن من كل شخص ما زال متردد لخوض في هذه التجربة أن فقط عليه أن يزور المركز ويشوف بعينه، وممكن يستفسر على أي استفسار أو عنده شك أو عنده مخاوف ضد هذا اللقاح اللي احنا متأملين منه بالله أو شيء، ومنه إن شاء الله بيكون اللقاح المناسب وأحد أنواع اللقاحات اللي بتكون مصدقة من قبل منظمة الصحة العالمية. هدفنا فعلا نوصل إلى 6000 متطوع ومتطوعة في التجارب حسب الدراسة المعمول بها، وندعو الجميع للمشاركة. طبعا احنا موجودين في أرض المعارض قاعة رقم 4 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء يوميا مع العطل. اللقاح المستخدم فقط بعد للتذكير انه هو من اللقاحات اللي تعتبر المعطلة، هذا اللقاح لا يسبب نقل الفيروس إلى جسم الإنسان ولكنه يولد مناعة ذاتية ضد هذا الفيروس. احنا في هذه التجربة الثالثة، وإن شاء الله نأمل ان نختمها في أسرع وقت ممكن لنقدم المعلومات إلى منظمة الصحة العالمية، وبالتالي إن شاء الله يكون هدفنا يكون هو أحد اللقاحات اللي ممكن نستخدمها ويتم توزيعها على جميع أنحاء العالم. وفي الختام أنا فعلا أتمنى أن كل فرد يحرص أن يشارك على هذه التجربة السريرية، سيترك فعلا بصمة يعني موثقة للإنسانية للتصدي لهذه الجائحة بعد إن شاء الله ما يتم نجاحها واعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية. وآخر كلمتين، أتوقع أكبر مكافأة ممكن تقدمونها للفريق الوطني هو نزول الأعداد في هذه المرحلة الجاية، وتذكروا منه ثلاث أهم نصائح: احمي نفسك واحمي أسرتك واحمي وطنك، ولنخرج جميعا إن شاء الله من هذه الجائحة سالمين قانمين. وشكرا، وأترك المجال للدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلماني الطبي، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا. شكرا جزيلا دكتور مناف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أرحب بكم مجددا في المؤتمر الصحفي للوقوف على آخر المستجدات لفيروس الكوفيد 19. طبعا في البداية مثل ما تفضلوا سعد دكتور وليد ودكتور مناف، نحب نؤكد على الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية واللي تكلمنا عنها سابقا واللي شفنا بعض التعاون فيها، بس في المقابل من هذا أن أي تهاون في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية يؤدي بالتالي إلى زيادة في عدد الحالات وزيادة في درجة عدوى والانتشار في داخل المجتمع. فنحث الجميع على الالتزام بمسؤوليتهم الفردية، مسؤوليتهم المجتمعية والشراكة المجتمعية في الحث والمراقبة، يعني كون احنا نساعد بعضنا في تطبيق هذه الإجراءات جميعها حتى نتمكن من تقليل عدد الحالات، خصوصا بعد ما وصلنا إلى هذا المعدل من الحالات الإصابة وحالات حتى المخالطة العالية. هذه الزيادة في الأعداد تؤثر وتبطئ درجة تنفيذ الخطط، حيث نصل حتى نصل إلى النتائج المرجوة. فإحنا نحث الجميع على التعاون في هذا الالتزام بهذه الإجراءات حتى نرجع إلى الأعداد السابقة، وإن شاء الله تكون النتائج المقبلة أفضل وأفضل. بالنسبة للتجمعات، إحنا كررنا في أكثر من مؤتمر صحفي بالإضافة إلى المواد الإعلامية والتثقيفية، التجمعات بحد ذاتها بغض النظر عن هدفها أو أين تكون، هي سبب وتكون
مسببة لانتقال وزيادة عدد المصابين والانتقال وعدد المخالطين للمصابين. فإحنا نتمنى خصوصا في فترة الأسبوعين المقبلين بسبب هذه الزيادة في الأعداد الالتزام والامتناع تام عن التجمعات ما عدا الأسرية مثل ما خبرناكم سابقا، الالتزام بل وتعزيز جميع الإجراءات الوقائية اللي احنا نتبعها في حياتنا اليومية، يمكن احنا نحتاج ان احنا نشدد عليها وننشرها حتى في محيط العوائل ومحيط حتى العمل اللي احنا نكون موجودين فيه، وهذا ان شاء الله راح يؤدي الى وصول الاعداد الى ما كانت عليه سابقا وينتهي باذن الله هذا المرض في مملكة البحرين. من جانب آخر فإن وزارة الصحة ما زالت مستمرة، وليس بس مستمرة في حالة أنها تتزايد أعداد الفحوصات للوصول لأكبر عدد من الحالات المصابة وتتبعها وتتبع المخالطين للتأكد للوصول من هذه الحالات في وقت مبكر لتقديم لهم العلاج والعناية اللازمة حتى نمنع المضاعفات والوفيات. فإلى لغاية اليوم وصل عدد الفحوصات إلى 1,194,000 فحص مختبري، وهي احنا ذكرنا فعلا نسبة عالية وتساعدنا في وضع الخطط المستقبلية في كيفية التعامل مع الفيروس ودرجة انتشاره في المجتمع. أما بالنسبة للوضع الحالي للحالات القائمة بفيروس الكوفيد 19، عدد الحالات القائمة وتحت العناية بلغ 30 حالة، الحالات التي تتطلب العلاج بلغ إلى 90 حالة، في حين أن 4,972 من أصل 5,002 حالة هم حالتهم مستقرة وموجودين يتلقون العناية المستمرة من قبل الطواقم الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى تعافي حوالي 51,574 حالات وخروجها من مراكز العزل والعلاج، وهذه طبعا نسبة عالية، بس يمكن لاحظتونا تراجعت في الفترة السابقة الأسبوع الماضي، وهذا بسبب زيادة عدد الحالات عن عدد التعافي، وإن شاء الله لكن مع تعاون الجميع نرجع إلى المستوى السابق وإن شاء الله أفضل منه. الالتزام بالإجراءات الاحترازية هي أشياء جدا جدا بسيطة، احنا نتعامل مع فيروس ينتقل عن طريق اشياء معينه علميا مثبته، عن طريق التنفس، مخالطه الاشخاص اللي عندهم اعراض، ملامسه الاسطح اللي تكون معرضه. فارتداء الكمامات احنا كررنا اكثر من مره والدراسات العلميه اثبتت في حاله ارتداء الكمامات فعلا تقلل عدد نسبه الاصابه، وهذا جدا جدا مهم، ما عدا اذا كانت في ممارسه في اجهاد في رياضه شديده فيمكن الاستغناء عنها. لبس الكمامات حتى في محيط الاسره، اذا كان عندنا احد عايش معنا حتى لو في البيت وهو عنده كبير في السن لا سمح الله، عنده امراض كامنه، يجب ان ناخذ الاحتياطات اللازمه. بالإضافة إلى غسل الأيد وتعقيمها بطريقة متكررة، تعقيم الأسطح، كل هذا في مجمله إن شاء الله يساعد في التقليل من عدد الحالات، وإحنا إذا قللنا عدد الحالات المصابة يقل عدد المخالطين وبالتالي يقل عدد المرضى اللي إحنا ندخلهم لمراكز العلاج والعزل والمضاعفات ومن ثم الوفيات. فختاما أحب أؤكد إحنا كلنا في مكانه، كلنا لدور مهم ورئيسي، يجب الالتزام مسؤوليتنا الفردية والمجتمعية، مسؤولنا ومسؤوليتنا وواجبنا الوطني اتجاه مملكة البحرين الحبيبة، كل منا في مكانه يستطيع أن يساعد، يساعد نفسه، يساعد عائلته، يساعد الطواقم الطبية والتمريضية وجميع الموجودين في الخطوط الأمامية من أجل صحة الجميع الموجودين على أرض هذه المملكة. شكرا جزيلا. شكرا للسادة المتحدثين على هذا الإيجاز. الآن سنفتح الباب لأخذ أسئلة الزملاء الصحفيين الذين يتابعون المؤتمر الصحفي عبر المنظومة الإلكترونية. السؤال الأول موجه لسعادة الدكتور وليد المانع من الزميلة فاطمة علي صحيفة أخبار الخليج. مع تسجيل مملكة البحرين أرقام استثنائية في إصابات الكورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، هل سيضطر الفريق الوطني لتغيير خطته للحد من انتشار الفيروس؟ وهل شكلت تلك الأرقام ضغطاً على قدرة الطواقم الطبية؟ شكراً على السؤال. الخطة طبعاً موضوعة، فهي الخطة المفروض أنها تغطي التغيير، يعني إذا كان في هناك تغيير للأفضل أو خلينا نقول تغيير بحيث أن في هناك إجراءات ثانية موجودة فهي موضوعة لكل يعني تغيير في هذه المعايير، فإحنا نقيسها بمعايير يومية ونتأكد عامة منها ونشوف تأثيرها على المجتمع وعلى المواطنين وعلى المقيمين، وعلى أساسها طبعاً أكيد هناك بتكون في هناك تدابير مختلفة. فهل الفريق عامة يغير بحسب المعطيات؟ إيه نعم، في هناك إجراءات
ممكن تصير احترازية أكثر، نشوفها أن هي يشوفها الفريق أن هي تفيد فعلًا بيتخذ فيه إجراءات ثانية. فأي عدم التزام أو أي خلينا نقول أعداد زيادة بالنسبة في المجتمع، أكيد الفريق الوطني عنده خطة مسبقة طبعًا للتعامل مع هذه الأعداد أو زيادتها. فهل هناك في خطة؟ نعم في خطة. هل بتتغير؟ تتغير على حسب المعطيات. التأثير أكيد وارد، لما يقول والله لما تزيد الأعداد هل في هناك تأثير أو ضغط بصير؟ هذا شيء طبيعي طبعًا، شيء طردي، يعني إن كل ما تزيد الحالات عامة بشكل يومي وبعدين تتراكم في لها تأثير أكيد على أماكن العلاج وأماكن العزل أو غيره. ولكن إحنا من المعايير مهمة بالنسبة لنا هي الطاقة الاستيعابية وتوفير الخدمات، ونركز عليها دائمًا. على ذي الأساس الطاقة الاستيعابية في مملكة البحرين الحمد لله هي يعني مدروسة مسبقًا وعشان تغطي أي حالات عامة بالزيادة. ولكن هل لها تأثير؟ أكيد لها تأثير. فإحنا ليست عامة يعني هذه الطاقة الاستيعابية خلينا نقول مفتوحة وأوبن حق أي مناسبات أو أي عدم احتراز أو لا مسؤولية أبدًا. إحنا هذه الأمور محطوطة كطاقة استيعابية وكخدمات تقدم، يصير عليها ضغط، نعم يجهدون والفريق الطبي يجهد والناس اللي في صف الأمامية يكون عليهم جهد كبير جدًا ويسعون على راحة الجميع، وإن شاء الله هذا واجبنا إحنا وبنكمله. ولكن بعد التزام الناس وإحساسهم مسؤولية واللي ما بيكلفهم عامة شيء ممكن يخفف هذا الضغط بأمر كثير. يعني سؤال من الصحفية بدور المالكي من صحيفة البلاد موجه للدكتور مناف القحطاني. أعلن اليوم عن تعليق التجارب السريرية بالعالم للقاح جامعة أوكسفورد بعد إصابة أحد المتطوعين بعوارض صحية. كيف تقيمون التجارب السريرية في البحرين لحد الآن؟ وهل هناك ظهور لأي مضاعفات على المشاركين في التجارب؟ وما هي الأعراض المصاحبة التي قد تحدث عادة للمتطوعين ولا تثير أي قلق؟ طيب، أحب أؤكد أن من الطبيعي في أي تجارب سريرية هناك إجراءات صحية، والإجراء اللي قامت به هذه التجربة إجراء علمي صحيح جداً. بالنسبة الله يسلمك حق العوارض اللي احنا نتوقعها من أي لقاح تنقسم إلى قسمين، هناك عوارض تكون جانبية أو تكون هناك عوارض تأثر على الجسم بشكل عام أو عوارض تخلي الإنسان يحتاج دخول إلى المستشفى. اللقاح المستخدم في مملكة البحرين هو لقاح معطل. هذا اللقاح إلى الآن لم يسبب عندنا بفضل من الله سبحانه وتعالى أي حالة استدعت دخولها إلى المستشفى، بمعنى أن هذا اللقاح الحمد لله الأعراض اللي الأشخاص بحكم متابعتنا اليومية معهم تعتبر عوارض جانبية، تعتبر عوارض بسيطة جدا. أمثلتها يكون احمرار في منطقة الإبرة، وعادة هذا يروح خلال 24 ساعة. والحمد لله أطمنكم من أكثر 3000 ما عندنا أي حالة تم وجود الاحمرار فترة طويلة، كلهم راحوا خلال ساعات أو خلال 24 ساعة. من ضمن العوارض الثانية اللي الأشخاص كلمونا عنها كانت ألم في موضع الإبرة، وكذلك يزول خلال 12 ساعة. ارتفاع في درجة الحرارة، وهذا من الأشياء جدا طبيعية، لأن هني الإنسان جسمه يبدأ يتفاعل مع هذا الجسم الغريب اللي دخل الإنسان. فهذا من الأشياء اللي دائما نتوقعها، والحمد لله دائما الحرارة تكون يعني غير مرتفعة جدا وتروح بنفسها أو بأخذ حبة الباراسيتامول. عوارض أخرى تكون نفس الغثيان وهي جدا منخفضة عندنا، بعد تكون بسيطة وراحت. يعني للخلاصة، في أي تجربة سريرية من المهم فعلا تكون هناك متابعة، من المهم أن ما نغيم على حالة واحدة فقط إذا كانت هناك عوارض، وبالتالي يتم التركيز على جمع كل ما عندنا عدد كبير، كل ما يكون عندنا معلومات أكبر عن هذا اللقاح. وإن شاء الله بالعكس احنا نتمنى من جميع اللقاحات الموجودة أي كانت أن نفوز بهذه اللقاحات، لأن هي فعلا السبيل الوحيد لإنهاء هذه الجائحة. شكرا دكتور. سؤال من الصحفية يارا ناصر من صحيفة أنباء اليوم موجه للدكتورة جميلة السلمان. أشارت دراسات حديثة إلى أن أعراض الإصابة بالكورونا عند الأطفال تختلف عنها عند الكبار، هل هذا صحيح؟ والشق الثاني، ما هي أهم الأعراض التي تقودنا إلى معرفة إصابة الأطفال بكوفيد 19 والتي يجب الانتباه لها؟ شكرا جزيلا على السؤال.
بالنسبة للأعراض اللي تكون موجودة في الأطفال وتختلف عن الكبار، طبعاً في النهاية هو المرض نفسه، هي نسبة هذه الأعراض تختلف، فأكثر الأطفال بيكون الأعراض اللي يجون بها هي بتكون ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن يكون عندهم قلة في الشهية للأكل، ممكن يكون عندهم ترجيع، ألم في البطل، وممكن يكون إسهال. طبعاً الألم في الصدر والصعوبة في التنفس أكثر نشوفها في الكبار، إحنا عادة أكثر من 21 سنة يعني يعتمد على التعريف عندنا. فهذه الأعراض موجودة في الأطفال والكبار، بس نسبة لهم في الأطفال تكون أكثر ويمكن تكون مي واضحة. مرض هو الكوفيد 19 هو الأساس له هو التهاب في الجسم، التهاب يكون كبير، من شيء يمكن احنا تكلمنا من قبل عن استخدام مادة اللي هي الكورتيكوستيرويد أو الاستيرويد في العلاج، وتكون التجلط. في جزئية خاصة بأعراض الكوفيد 19 في الأطفال، لاحظوا أن في نسبة بسيطة من الأطفال يكون عندهم سندروم، هو الاسم العلمي إلى Multi Systemic Inflammatory Syndrome، يعني هو التهاب متعدد الأعضاء في أعضاء الجسم. هذا يكون درجة خطورته جدا عالية، يعني يكون الطفل عنده ارتفاع درجة الحرارة ما قاعدة تنزل، إنه ممكن يكون عنده تغير في طريقة تفكيره، يكون مو مركز، بالإضافة إلى ألم في البطن وترجيع. وفي غضون ساعات ممكن يتطور المرض ويصاحبه في نزول في الضغط وزيادة في ضربات القلب. وحتى هذا المرض نفسه أو الجزئية هذه من الأعراض علاجها يكون خاص، نعطيهم حتى الستيرويد ونعطيهم عن طريق الوريد اللي هي الأجسام المضادة العامة، يعني مو تكون خاصة حتى حق الكوفيد 19. ومع هذا العلاج الحمد لله يكون الاستجابة إليهم يعني جيدة. فهو يختلف من الصغار إلى الكبار، بس هو المرض نفسه وحيثياته هي واحدة. سؤال من الصحفية رشا الإبراهيم، صحيفة الجلف نيوز الإماراتية. سؤال للدكتور وايد المانع: بعد الارتفاع الأخير في أعداد المصابين، هل ستتأثر المدارس؟ وهل ستتم مراجعة إعادة فتح المنشآت والتي كان قد تقرر إعادة افتتاحها ضمن جدول زمني معين؟ نرجع طبعاً هذه كلها مقيسة بالمعايير اللي احنا درسها. طبعاً هل تأثر المدارس؟ تأثرت المدارس طبعاً، تم تأجيل افتتاح المدارس مدة تقريباً أسبوعين للتأكد من الطاقم يعني التعليمي والإداري والفني قبل دخول أبنائنا إلى المدارس، والتأكد عامة من صحة المكان وتهيئته، لأن فعلاً طبعاً ما يعني الأثر في المجتمع من زيادة الحالات يؤثر على افتتاح الأماكن الرئيسية بالنسبة للتجمعات ومنها المدارس. بالنسبة لافتتاح خلينا نقول النشاطات الأخرى خلال الفترة هذه ممكن تتأثر، إيه نعم، لو كانت الأعداد عامة في زيادة ومعاييرنا شفناها أن هي خلينا نقول لازم أن احنا نغلق أو نأخر بعض الأنشطة، أكيد بيتم ذلك. ولكن يعني أطمن الناس بأن الفريق الوطني يعني يبذل جهد، يعني كل جهد بأنه يكون القرار يكون قرار سليم وفي مكانه، وليس بيكون هناك عشوائي، ولكن هناك في دراسة عليه وفي معايير ثابتة احنا نقيسه على هذه الأساس ناخذ كل قرارات اللي بتكون إن شاء الله في الأيام القادمة. فما في شيء عامة بعيد عامة عن، لكن اللي نتمناه إن شاء الله هذه يعني الناس تلتزم وتحس بالمسؤولية أكثر وترجع يعني أعدادنا تقل والأمور تصير في هناك التزام، بحيث أن بعد حياتنا طبيعية ترجع إلى ما هي عليه بإذن الله. سؤال من وكالة أنباء البحرين إلى الدكتور مناف القحطاني: تم تداول معلومات من إحدى أخصائيات التغذية في البحرين تتحدث فيها عن خطورة اللقاح الخاص بكورونا وتحذر منه، ما هو تعليقكم؟ طيب السؤال: هل اللقاح ضروري أو مهم؟ هل نحتاج نرجع للتاريخ ونشوف الأمراض اللي كانت منتشرة في السابق؟ هل نحتاج نذكر بمرض الجدري؟ الشيء الوحيد اللي يعني بدا القضاء على الجدري كان هو اللقاح. هل نتذكر ايام اللي الحمد لله احنا ما عشناها، انا ما عشتها، الحصبه الالمانيه، كم طفل توفى؟ هل نحتاج الى تذكير بان في حاله وجود وباء منتشر السبيل الوحيد لقضاء على هذا الوباء واحنا شهدناه بانفسنا هو وجود لقاح؟ معنات السؤال ان اللقاح هو السبيل الوحيد. اللقاح يمر مراحل متعددة وليست بمرحلة ويتم تجريبها على الإنسان. أي إنسان مختص في علم اللقاحات يعلم علم اليقين بأن هناك مراحل متعددة يتم فيها البحث عن جميع العوارض اللي ممكن تسبب مشاكل صحية للإنسان،
ما في دواء، حتى الدواء نفسه ما في دواء معدوم أو 100% معدوم من أي عوارض جانبية. لكن أنا دائما السؤال أسأل نفسه، يعني هل من المعقول أن المهندس بيتكلم في أمور الطب؟ هل من المعقول لي أنا طبيب أتكلم في أمور المحاماة؟ وهل من المعقول أن شخص مختص في التغذية يتكلم في أمور التطعيمات؟ فأتوقع لكل إنسان مجاله وتخصصه في هذه اللحظة، وأكرر في هذه اللحظة، ليس من هدف أي شخص أن يشتت الجهود اللي فعلا نسعى لها ليل نهار لنقضي على هذا الوباء. ومن المستحيل بأن نفكر أن استخدام أي لقاح بدون ما يكون عليه تجربة سريرية، وهذا احنا ذكرناه من أكثر من مرة. يعني وأنا دائما أحب، يعني دائما أقول حق أي شخص أني عن اللقاحات، أقول له احنا الحمد لله المصداقية الشفافية والإثبات العلمي هو عنواننا للتصدي لهذا الفيروس بشهادة الحمد لله الجميع. نعم. سؤال من الصحفية تمام بوصافي جريدة الأيام، سؤال للدكتورة جميلة. معدل الفحوصات اليومية يتراوح بين 10,000 و11,000 فحص في ذروة انتشار الفيروس كما هو الحال حاليا. يتم تسجيل ما بين 600 إلى 700 إصابة. هل أعداد هذه الفحوصات تمثل أعلى طاقة استيعابية متوفرة لدينا، أم أن هناك تفادي لزيادة الفحوصات كي لا تزيد أعداد الإصابات وتتسع الفجوة ما بين معدلات الإصابة وبين معدلات التعافي؟ شكرا جزيلا على السؤال. بالنسبة إلى استراتيجية الفحص، طبعا احنا وضحناها سابقا، هي تعتمد على ثلاث يمكن مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي يمكن هذا الفحص العشوائي، واللي ممكن أي أحد يروحها حسب المناطق، حسب دراسة إن احنا نعرف وين المناطق اللي ممكن تستفيد من الفحص العشوائي. في المخالطين وهذا لين اللي يتصلون يكون لهم اتصال ويحددون ويتم لهم ترتيب حق الفحص، وفي اللي عندهم أعراض اللي ممكن يتصلون بأربعة أربعة يعني ويرتبون لهم حق الفحص. هذه الأعداد مع ديناميكية وتغير المرض مع زيادتها نقدر نزيد اللي هو عدد الفحوصات. يمكن لاحظتونا في أيام كان عدد الفحوصات 7,000، لأن في هذه المجموعات كان العدد قليل. مع زيادة عدد الإصابات يتم بنفس الشيء زيادة عدد الفحوصات المطلوبة. بالنسبة للطاقة الاستيعابية، لا، نحن نقدر وإحنا نزيد هذه الطاقة الاستيعابية لزيادتها مع التماشى مع الوصول إلى الحالات في الوقت المبكر لتلقيها العلاج اللازم. نعم. سؤال من الصحفي أيمن شكل من صحيفة الوطن موجه للدكتور وليد المانع. كم تبلغ كلفة اكتشاف إصابة جديدة على ميزانية الدولة، سواء الإصابات التي تحتاج للعلاج أو التي تتابع في المستشفيات، يعني التي لا تحتاج علاج أو التي يتم علاجها في المستشفيات أو في العناية المركزة؟ وكم تبلغ الكلفة الإجمالية التقديرية لجائحة كورونا حتى يومنا هذا؟ شكرا على السؤال. طبعا السؤال بس يعني في شقين أذكرهم. أولا أن مملكة البحرين لن تبخل على مواطنيها ولا من يحتاج إلى الخدمة من المقيمين في توفير أي خدمة عامة يحتاجها في هذه الجائحة. بالعكس، وجدنا قادة هذا البلد وهذا الشعب وتمسكهم وتعاضدهم مع بعضهم بعض، بحيث أن يكون هناك في تقديم لأعلى مستويات الخدمة المطلوبة ولو كانت شنو التكلفة. فالتكلفة ليست عامة بعائق لتقديم الخدمة أبدا. لكن هل هناك طبعا في تكلفة؟ في تكلفة أكيد على العلاج وعلى العزل أو غيره، وهي تكلفة ليست عامة بقليلة. بالعكس، هي يعني أكثر الأمور اللي تكلف في على مستوى العالم هي الأمور العلاجية عامة، يعني الخدمات الصحية من أكثر الخدمات اللي تكلف على مستوى العالم. الأرقام والإحصائيات والتكلفة الحقيقية وقيمتها أعتقد المتخصصين في وزارة المالية ما يقصرون عامة بذلك، فما عندي بصراحة يعني هذه التفاصيل، ولكن الإخوان في وزارة المالية والمعنيين عامة في البلد بالاقتصاد عندهم طبعا معلومات الكافي والوافي اللي ممكن للصحفي إن عامة بعيد يتأكد منها إن شاء الله. نعم، شكرا دكتور. سؤال من الصحفي محمد النحاس جريدة الأسرة العربية، السؤال موجه للدكتورة جميلة. هناك بعض الإشاعات التي تؤكد أن زيادة أعداد الإصابات ترجع للعائدين من الخارج وليس من التجمعات، الرجاء التوضيح في هذا الموضوع.
بالنسبة لزيادة الحالات في الفترة السابقة في الخمسة إلى سبعة أيام السابقة، حسب الإحصائيات وحسب المتابعة اليومية للفريق الوطني الطبي وحسب التحاليلات للانتشار الوبائي، أغلب هذه الحالات كانت ترجع إلى التجمعات اللي صارت من قبل أسبوعين مع تزامنها مع عاشوراء. نسبة طبعا بالنسبة إلى القادمين أو الوافدين عن طريق مطار البحرين يتم فحصهم وفي وصولهم للبحرين ومتابعتهم إلى عشرة أيام وإعادة الفحص، وهذه جدا جدا نسبتهم جدا قليلة. والفحوصات يعني اللي احنا نعتمد عليها هي الأساسية واللي احنا طبعا ننشرها في جميع الأوقات، بس مع وجود هذه الفحوصات ومع تتابعها يوميا واضح طبعا ان هي التجمعات هي كانت الأساس في زيادة عدد الحالات في مملكة البحرين. إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. كل الشكر والتقدير للسادة المتحدثين على ما تفضلوا به، كما أشكركم على المتابعة مشاهدينا الكرام. قبل الختام ننوه إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج خليفة في دبي، أطول المعالم التي بناها الإنسان على وجه الكرة الأرضية، وأحد أهم الإنجازات في تاريخ الهندسة المعمارية. تطلب إنشاؤه طموحات خيالية، واستلزم تنفيذه أعصابا من فولاذ، حيث توجب بناء رافعات أطول وتركيب النوافذ في أماكن أعلى وعمليات بناء أكبر من أي وقت مضى. رد الفعل الفوري كان هل أنت مجنون؟ بينما يقوم فريق البناء بصناعة التاريخ، يقومون بتصوير ذلك بأنفسهم. هذه هي قصة إحدى ناطحات السحاب المذهلة والناس الذين خاطروا بسمعتهم وحياتهم لبنائها. كل هؤلاء الناس الموجودون تحت معرضون للخطر. في إمارة دبي الشرق أوسطية ينتصب عملاق معماري بارتفاع 828 مترا، برج خليفة هو أطول بناء على وجه الكرة الأرضية. افتتح هذا البرج الذي كلف مليارا ونصف مليار دولار في عام 2010 مع أحد أروع عروض الألعاب النارية التي شوهدت يوما. لكن رقعة الأرض هذه كانت في أحد الأيام تبدو مختلفة جدا. قبل ستة أعوام عندما بدأت عمليات البناء لم تكن أكثر من أرض جرداء وصحراء قاحلة تحرقها أشعة الشمس الحارة. في فبراير عام 2004 يتجه الفريق قاصدا موقع بناء البرج. عندما تقوم بالبناء بهذا الحجم فإن السرعة هي شيء جوهري. الوقت هو المال، استثمر مال في هذه الأبنية وعليك إنهاؤها والبدء باسترجاع عدة استثمارك. مدير عمليات البناء ديفيد برادفورد هو الرجل المسؤول عن إنهاء العمل في الوقت المحدد. حصولي على عمل كهذا إنه كحلم تحول إلى حقيقة. هذا أكبر مبنى في العالم، كم يحصلون على فرصة عمل كهذه؟ لكن بينما يبدأ ديفيد العمل، كان المهندسون المعماريون ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على تصميم البرج المعقد.
عليك أن تسرع من مسار بناء هذا المبنى، فلا يمكنك أن تنتظر إلى أن يوضع التصميم كاملا، وإلا فستنتظر في مكتبك لثلاث سنوات محاولا أن تحصل على التصميم النهائي. مع أن أجزاء كبيرة من تصميم المبنى ما زالت على اللوح الرسمي بعد، فإن فريق البناء يبدأ بالاتجاه نحو السماء. أسرع طريقة لبناء برج كبرج خليفة هي بالإسمنت المسلح باستخدام عملية تدعى التشكيل التسلقي. يبني الفريق قوالبا في القاعدة، يدخلون أعمدة فولاذية داعمة ويصبون الإسمنت، ثم بعد أن يثبت الإسمنت في مكانه يرفع الفريق القوالب إلى الطابق التالي، وتبدأ العملية مرة أخرى. باستخدام هذا النظام يبدأ المبنى بالنمو بمعدل طابق جديد كل أسبوع. عندما تعتمد التشكيل التسلقي فإنك تضع حديد التسليح في الداخل وتصب الإسمنت فوقه، وبعد 12 ساعة تسحب القوالب، ثم ترفع نظام التشكيل التسلقي الهيدروليكي إلى الأعلى على الإسمنت الذي تم صبه سابقا، فيتسلق إلى الأعلى بشكل أوتوماتيكي بارتفاع 4 أمتار كل مرة. إن برج خليفة من بنات أفكار المطور العقاري في دبي شركة إعمار. يريدون أن يؤكدوا دور المدينة المتنامي كمركز مالي عالمي عن طريق بناء أطول برج في العالم. لذا استدعت إعمار أحد كبرى شركات الهندسة المعمارية الأمريكية سكيدمور أوينغز أند ميرل. مقر SOM هو شيكاغو، موطن ناطحات السحاب. وكما يعلم كبير مهندسيهم بيل بيكر، فالبناء بشكل مرتفع ليس ببساطة أن تأخذ تصميما قديما وتضيف إليه المزيد من الطوابق. يخلق الارتفاع المضاف مجموعة فريدة من التحديات الهندسية. نحن الآن في الطابق 90 من برج ويلس المعروف سابقا ببرج سيرز. بينما تنظر عبر أفق شيكاغو فإنك ترى عينة من تقنية ناطحات السحاب. هذا برج إيون والمعروف سابقا بمبنى النفط القياسي، وهو عبارة عن أنبوب منفرد. في كل مرة يتجه فيها المهندسون المعماريون إلى بناء أبنية أطول، فإن عليهم أن يبتكروا أنظمة هيكلية جديدة. إن ألقيت نظرة فإن سلف برج سيرز، برج جون هانكوك، يدعى تصميمه بالأنبوب المزدوج، حيث يمكنك أن ترى التدعيم القطري في كل من الجوانب الأربعة، رابطا كل الأعمدة مع بعضها فتشكل أنبوبا واحدا. برز أحد آخر الابتكارات المعمارية المهمة مع إنشاء البرج الذي يقف عليه بيل. بارتفاع 442 مترا كان برج ويلس أطول مبنى في العالم حتى عام 96، ويدعى تصميمه الأنابيب المجمعة. بشكل أساسي إنه مكون من 9 أبراج متصلة ببعضها البعض لتشكل هيكلا صلبا واحدا، لكن هذا التصميم لديه حدوده. هذه الأنابيب التسعة كافية من أجل مبنى بهذا الارتفاع 442 مترا، لكن ماذا لو أردت أن يكون بناؤك أطول؟ لنقل إنك أردت أن ترتفع لأكثر من 700 متر، فعليك أن تجعل القاعدة أكبر، لكن إن فعلنا ذلك نكون قد انتقلنا من قاعدة بعرض 3 إلى قاعدة بعرض 5، وبذلك يكون لديك قدر هائل من المساحة التي من الصعب أن تعمل عليها. وما هو مهم أكثر هو أن المساحة المستفادة منها تصبح عميقة جدا في أبنية تريد أن يكون لديها إطلالة، ويمكنك أن ترى أن مكانك الخاص سيكون بعيدا عن الإطلالة الخارجية، وبذلك تكون قد جعلت المبنى غير صالح للاستخدام. لإنشاء برج أطول بمساحات داخلية مشرقة، يقوم بيل وفريقه بتصميم نظام هيكلي جديد. النظام الهيكلي الذي نستخدمه